المساجد يقول عدد من أئمة المساجد في حيرة من الضغوط النازلة في هذه الأيام من حيث زوال النازلة، فهل يتوقفون أو يستمرون في القنوت وبما يكون زوال النازلة؟ زوال النازلة إذا علموا أنه انتهت النازلة ينتهي القنوت، إذا علموا بذلك، وإذا لم يعلموا فالأصل بقاء النازلة، الأصل بقاء النازلة حتى يعلموا أنها زالت أو غلب على ظنهم أنها زالت. نعم.